وناس قدامى هنا مثل بيت آل الجميل كانوا ساكنين المنطقة بذاك الوقت، وأكو رياضيين كبار وقدامى مثل عباس الهنداوي في منطقة قنبر علي، إسماعيل خلي كان يجي لهنا المنطقة، إسماعيل خلي قريبة بذاك الصوب، وكانت المقهى مقهى قديمة مقهى اسمها النقيب مقهى قديمة، وأنا كنت صغير بالعمر وأنا أعمل في هذه المقهى. توجد بهاي المحلة عدة معالم وأماكن قديمة، لكن أبرزها هو جامع القنبر علي. امشي ويانا نروح نشوف. رابين سمعت واحد يحكي بلهجة مصرية، رحت سولفت وياه، طلع صار له سنين عايش بهاي المحلة، فتعالوا ويانا نروح نشوف ايش راح يسولف لنا. بالنسبة للقنبر علي منطقة تاريخية وأثرية، يعني بيها تجمعات حلوة و يعني أهلها يعني أهلها شلون الأحياء العراقية القديمة تحب يعني تعيش بيها، يعني حتى يعني مثلا الزيارات برمضان تحس كده أجواء يعني أجواء ريفية أجواء مع بعض بالمحلة. وشفنا درابينها وتعرفنا على تاريخها وطيبة أهلها، وما بقى غير نشرب استكانة شاي ونقولكم في مالها.